السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ترند إياد نصار المطاريد. فيلم جديد لإياد نصار يظهر فيه ملامح غريبة وشكله غريب ومضحك، فما أثار ضجة على مواقع السوشيال ميديا وعلى ترند جوجل. إياد نصار مطلوب في جوجل بسبب المطاريد، ملامح غريبة تظهر فيها الفنان الأردني إياد نصار. إياد نصار تصدى محركات البحث الجوجل بعدما تداول رواد السوشيال ميديا صورة لها ملامح غريبة من كواليس فيلم جديد المطاريد، من المقرر ان يعرض في 2 نوفمبر 2022 المقبل بدور العرض بالسينما. اياد نصار ظهر بشكل غريب مما اثار تساؤل الجماهير وراء مواقع التواصل الاجتماعي حول الشخصية التي يقدمها بتجسيدها في فيلم المطاريد. اياد نصار من الشخصية الجديدة في فيلم المطاريد. فيلم المطاريد تدور قصته حول شاب يدعى صلاح ويقوم بتجسيد هذه الشخصية النجم أحمد حاتم، ويدعى صلاح من أمريكا لزيارة بلدته المتواجدة في الأرياف، ويريد أن يبيع جميع ممتلكات والده بعد وفاته. من ضمن هذه الممتلكات نادي كرة القدم خاص والده، يشارك فيها الفنان إياد نصار في فيلم مطاريد كضيف شرف، يقوم بتشخيص شخصية صاحب نادر كرة القدم ويدعى ألف. بعد هذا النادي منافس النادي فريق المطاريد الذي يمتلكه أحمد حاتم، ويظهر إياد نصار في فيلم بدور شرير الذي يريد الاستياء على نادي المطاريد، وذلك في إطار كوميدي. أبطال فيلم المطاريد يشارك فيها أبطال فيلم المطاريد عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، طارق عماد، محمود البزاوي، محمود حافظ، محمود الليسي، محمد محمود، محمود السيسي، حسن مالك، مصطفى غريب، طه دسوقي، محمد موالي. الفيلم من إخراج ياسر سامي وتأليف صلاح جهيني وعزت أيمن. آخر أعمال الفنان إياد نصار الذي شارك فيها مسلسل وش الظهر برفقة الفنانة ريهام عبد الغفور، وعرضه في مسلسل من منصة في أي بي شاهد، وكان هذا مسلسل آخر أعماله الفنية النجم إياد نصار. مسلسل حضرة العمدة، يذكر أن رفض إياد نصار مشاركته في مسلسل حضرة العمدة فنان روبي ويحمل اسم حضرة العمدة، ويعرض المسلسل في سياق رمضان 2023، ويشارك في بطل مسلسل حضرة العمدة محمود حافظ، إلهام شاهين، محمود عبد العزيز، سميحة أيوب، أحمد بدير، وبسمة وإدوار. ويدور المسلسل حوار حضرة العمدة عن تأليف إبراهيم عيسى وإنتاج شركة فنون مصر، والمنتجين ريمون مكار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج عادل أديب. ولكم صورة من الكواليس لفيلم المطاريد. فلا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على قناة الإعلام السعودي بركات. شكرا لكم ولدعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على قناة الإعلام السعودي بركات. السلام عليكم.